التي تأكل بثدييها المصر على أن تبقى زانية بعد خروج رمضان، الزانية التي تدعي أنها إنما تبيع العرض لتنفق على أولادها، والله نعرفهم ما عندهم والو ويظلوا خدمات في الديار بألفين فرنك ولا تبيع عرضها أبدا. أتدري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة آتي إلى باب الجنة وإذا بامرأة إن كادت لتسبقني إلى الجنة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ فاطمة؟ خديجة؟ مريم؟ آسيا؟ قال لا، امرأة من عامة المسلمين مات زوجها وترك لها صغارا وهي جميلة مرغوب فيها، فخطبها الخطاب يريدون أن يتزوجوها فتأبت ورفضت لكي تصهر على حضانة أولادها وتربيهم حتى كبروا، فحرمت نفسها من حقها الشرعي الحلال الطبيعي في الزواج حفاظا على تربية أبنائها، فكان جزاؤها أنها تدخل الجنة بغير حساب، تدخل الجنة بغير حساب، وإن كادت لتسبق في الدخول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. احنا يا المرأة تقول لك أنا خدامة على الأولاد، يو يعطينا الخدمة وما نديروش هادشي، ايوا هذه ذريعه كيديروا كاع النساء، وحتى وحده ما غادي تبقى كاع، حتى شي امراه ما غادي تبقى، الله يحفظها وتحافظ على شرفها. السيد خطب امراه زينه، شو اخ من الاخوان خطب واحد البنت متدينه، سقس عليها متدينه متحجبه تحب الله تحب رسول الله، منين جاي يكمل العقد؟ واسمو كاين؟ اسمو كاين؟ امها مالها؟ قالت له ودي الله يجازيك بخير الله يرحمك والديك، بغيت حتى ما تجيش عندك. علاش؟ قالت تفكركيش تزوج بنتها وتقول لي لا ما نجيش. وبعد ذلك أخبر أن أمها لها علاقات غير شرعية مع الرجال، فحرمت ابنتها من الزواج برجل صالح، لأن الرجل الصالح لا يرضيه أبدا أن يتزوج صالحة من بيئة فاسدة. هذه مين مرتي؟ ولادي اش غادي يقولوا لحناهم؟ ولادي واش يقولوا لحناهم منين يكبروا يقولوا حناكم؟ فجنت على نفسها وعلى وشحال عندها تاع البنات؟ ربعة، وكلهم الدينات. يا سبحان الله، يخرج الحي من الميت، يا سبحان الله. الجائزة لكل صائم إلا لعاقل ودين، أصلح نفسك. امرأة ساخط عليها أصلحي نفسك. زين، ها؟ شارب الخمر مدمن الخمر، زين، قاطع الرحم، زين، الساحر، زين، التي تتأكل وتتقوت بعرضها وبثديها. والسابع وهو المشاحن، كل شيء غير في التقطيع. شكون هو المشاحن؟ الذي يغضب سريعا ولا يعود إلا بشق الأنفس، تغلب عليه الشحناء. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يمسك نفسه عند الغضب. هذا يغضب بسرعة، غير تقول ترمع شي حاجة تطيرها له ما يوليش قاع، تعياد تقول له راح نصالحه، خلينا الله فيك لاشت. ولذلك قال المسلم الناس على أربعة أصناف، رجل سريع الغضب سريع الفي، هذا متعادل، يغضب في الساعة واللي في الساعة، واحد لواحد. رجل بطيء الغضب بطيء الفي، ما يغضبش، كي يغضب ما يوليش ويولي، واحد لواحد. رجل سريع الغضب بطيء الرضا، هو شر الخلق، يغضب في الساعة ولا غضب عمره ما يولي، مشاحن. ورجل بطيء الغضب سريع الفي، ما يغضبش ولا يغضب، ما يفوتش السوايع إلا جا شي واحد قال له واسدي كنا غالطين، سمع الناس سيدي، سمع لنا، لا إله إلا الله، هذا خير الخلق، خير الخلق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس، فيتقبل الله الأعمال من كل موحد إلا لمتشاحنين، يقول الله ردوا عليهما أعمالهما حتى يصالحا. ولا يجوز لمسلم أن يقطع أخاه فوق ثلاث، اسمع لي، فوق ثلاث أيام ما سيتعدي، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذه بعض الأمور
التي أحببت أن أذكر أحبابي بها قبل حلول العيد حتى لا يحرم من جائزة الرحمن. واسمحوا لي لا طولت عليكم ولا كشي رسائل إن شاء الله نقرأها إلى صبنا ما نقول فيها إن شاء الله إن شاء الله تعالى ولا ما صبناش نقول لكم.